السلفية طائفة على مذهب السلف. أنا أصر بأنني أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومن لم يتبنى هذا المذهب فلا فرق بينه وبين الرافضة. يقول: إذا أرادت المرأة النكاح ولم يرد أحد من أوليائها أن يزوجوها، ثم تذهب إلى السلطان تطلبه أن يزوجها بالرجل المطلوب، هل النكاح صحيح؟ إذا كان هذا صحيح فهو إعضال، فإذا عضلها وليها أو أولياؤها فالسلطان ولي من لا ولي له، أو من عضله وليه، فيصح إن شاء الله. لكن كثيرا ما يحصل استعجال بهذا الباب، بعض النساء فيهن خفة كأنها تقول: تزوجوني ولا أذهب، رجل عند الباب ورجل داخل البيت، هذه امرأة أم رجل؟ فينبغي للمرأة أن تتأدب مع أهلها وأن تتأدب مع أوليائها وأن تعرف الحدود الشرعية والحقوق. ثم ربما يكون أبوها لا يمنع من زواجها بالرجل المستقيم، لكن أهل الاستقامة درجات، ربما هو يرجو إنسان أكثر منه استقامة، وهذه مشكلة، ونسأل الله السلامة، لأن هذا نوع من العقوق إذا كان بهذا المعنى فهو نوع من العقوق، نخشى أن يبتلى هؤلاء النساء بأبناء عاقين لهم كما عقوا آباءهم. أليس للأب رأي وللأم رأي؟ أنت وأنت إنسان ملتزم، ليس كل أحد يأتيك اسمه سلفي ستزوجه، أليس كذلك؟ هل كل من قال لك أنا سلفي تزوجه ابنتك؟ لا، أنت تريد تسأل وتفحص وتنظر من هو الذي يحفظ هذه البنت ومن هو الذي هو أصلح لها. فإذا لو عاملتك بنتك بمثل هذا تقول لك: ها هذا سلفي جاء أول واحد، سترده؟ ماذا سيكون؟ هذه مهزلة، ينبغي أن يكون الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط.